يجب أن تكون حسينياتنا عاملة. حسينية لازم مركز انطلاق. مركز انطلاق يعني شنو؟ يعني الحسينية لازم قراية، صح، لازم توزيع كتب حتى نحن نثقف الناس تثقيفا. يزيد تمكن أن يقتل الإمام الحسين للظلام الموجود على الأمة الإسلامية. إذا ما كان ظلام يزيد كان يتمكن يقتل الإمام الحسين؟ ظلام الجهل. الإمام الصادق يقول عليه الصلاة والسلام: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. الفقه يعني الفهم، السياط يعني واحد اللي يضرب هواي صوت حتى يفهموا. الإنسان الذي لا يفهم كالأعمى، الجهل ظلمة. هذه الظلمة يجب أن نبددها بسبب تثقيف، من جملة التثقيف الكتب.